مش بس كلام. نمشي مباشرة لأول خبر اللي أثار الإعلام المصري، اللي هي الصحفية منى أبو شنب. أثارت جدل كبير جدا وسخطا في مواقع التواصل الاجتماعي لما ادعت لي أن لازم أنكم أنتوا تضربوا نساوينكم بالكندرة، علاش باش تأدبوهم. وكانت بتت هذا الخبر من خلال فيديو على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، وشافها هالبناس متابعين ليها، وطلبت الإعلامية في الفيديو هذا من الأزواج إن يضربوا زوجاتهم فوق رؤوسهم بالكنادر. تقول هي مش امرأة، مش عارف من بيضربها هي يعني. فأكدت الخبر، فكان سخط كبير جدا 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 في المجتمع المصري من النساء على هذه الإعلامية المصرية منى أبو شنب. وكان في حديث خاص ليها مع العربية نت، قالت إن لازم إن هم الأزواج يضربوا زوجاتهم بالكنادر على خاطر إن هم يعني خصصت إن هم الزوجات الناشزات عن زوجاتهم اللي ما يسمعوش كلام أزواجهم، فقلت لهم أضربوهم بالكنادر. وقالت إن هم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات. وقالت إن هو هذا في القرآن الكريم، قالوا أضربوهن في المضاجع. هذه هي قالت للناشزات بس، لكن عاد أنت يا منى مش تقولي لهم عاد بالكنادر، عاد تحرضي، كان أنت مش ناشزة غالبا، لكن في عندها مرض، في اللي عندها شيء، عدى ان شاء الله يوم يجيك هكي حاجة مش قادرة انك انت تكوني مع راجلك صح، ويعطيك بالكندرة. جربي الكندرة ان شاء الله. وعد الثاني مش بس كلام.